عندنا سلطه، سلطه خضراء عاديه جدا، بس التتبيله بتاعتها والدريسنج بتاعها هو اللي هياخدها في حته تانية ويخلي طعمها رهيب. عندنا ايه؟ عندنا كوبايتين من الخيار متقطع انصاص، لو حابين تقشروه طبعا براحتكم. كوبايه ونص من الطماطم الشيري متقطعه انصاص، ولو مش متوفره الطماطم الشيري هنستخدم طماطم متقطعه مكعبات مفيش مشكله. بصله حمراء متقطعه جوانح، نص كوبايه من الكزبره المفرومه، كوبايه من الكابوتشا متقطعه شرايح، حزمتين اوراق جرجير، عندنا كمان نص كوبايه من الساور كريم، معلقه كبيره مايونيز، ومعلقه صغيره مستردة، ومعلقه صغيره من السكر، ورشه ملح وفلفل اسود. دي المقادير، يلا بينا بقى نشوف طريقه التحضير. تعالوا بينا بقى، البصل هيتحط في السلطه وعايزه اخف شويه الطعم الحاد بتاعه، فهعمل ايه؟ هاخد رشه من السكر، تمام، هحطها على البصل مع رشه بسيطه من الملح والفلفل، وهدعك البصلايه دي كويس قوي. تمام، يبقى احنا حطينا على البصلايه رشه سكر ملح وفلفل، ودعكتهم مع بعض بالشكل ده عشان تبقى جاهزه معايا ان انا اضيفها للسلطه. تعالوا بينا نعمل ايه بقى، نجيب طبق التقديم ونبتدي نحط مكونات السلطه بتاعتنا. هاخد في الاول كده الخس، الجرجير، سوري معلش. الموضوع ده معدي على فكره. تمام، وزعنا الجرجير. يا جماعه لو حد في ثانويه عامه واطمن على النتيجه يتصل بينا كده ويطمنا ايه الاخبار. زي الفل. تعالوا بينا بقى ناخد الطماطم، وهسيب شويه كده ايه في الاخر، وادي الكابوتشا، عندنا كمان الخيار، وارجع احط بقى شويه من الطماطم تاني، ونوزع البصل. طبعا تقدري تخلطي كل المكونات مع بعض، وتقدري ترصيها باي شكل انت حباه. تمام، يلا بينا بقى نعمل الدريسنج اللي هيبقى من مكوناته الساور كريم. يلا بينا. خلينا في المضرب احسن. هننزل كل المكونات بقى بتاعتنا. بسم الله، عندنا مايونيز ومستردة، كده كويس، كده كويس، زي الفل. يبقى حطينا المستردة والمايونيز، وتعالوا بينا ناخد بقى من الساور كريم حوالي نص كوباية. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، حطينا معلقة من المايونيز، حطينا مستردة، حطينا نص كوباية من الساور كريم. تعالوا نحط بقى رشة سكر، ممكن بدل السكر ده نحط عسل، بيدي كمان نتيجة حلوة جدا. ونقلب بقى الدريسنج بتاعنا كويس جدا جدا. عايزين بقى السكر يدوب، ملح يدوب، زي ما قلتلك لو متوفر عسل فمعلقة عسل هتبقى أحلى كتير كمان من السكر. زي الفل بقى من الدريسنج الحلو ده، ونوزع فوق السلطة. والله حاضر عينيا.
هاي للسلطه. ممكن شويه عيش محمصين مكعبات صغيره كده، ممكن كمان شريحتين من الفراخ مشويين، دي اضافات تضيفيها على السلطه هتبقى حلوه قوي. شويه بقى بقدونس او كزبره كده علشان نضيع ايه البصل شويه، نخف من طعمه. وبكده السلطه بتاعتنا بقت جاهزه حلوه جدا، ونقدمها يلا.